كده خالص. كيف تستعد للسفر حول القمر؟ كي هل تريد أن تأخذ إجازة في الفضاء؟ تلك الرحلة كانت تحتاج تدريبات مكثفة تشمل بناء خيمة مخروطية من أشجار البتولة في غابات روسيا الباردة. السفر إلى الفضاء هو ميزة نادرة ولكنها تتطلب الكثير من الجهد، وعادة كان لدى أغنى الحكومات في العالم فقط الخبرة والأموال الطائلة لإرسال رحلات إلى الفضاء، وتلك الرحلات كانت تقتصر على رواد الفضاء المدربين تدريبات مكثفة والذين كانت حالتهم الصحية في أفضل حال، وحظي ما يقرب من 500 شخص فقط بفرصة رؤية كوكب الأرض من على بعد أميال. ولكن قامت شركة سبيس إكس وهي شركة تبلغ من العمر 14 عاما بالإعلان عن قرارات جريئة وتاريخية الاثنين، كاشفة عن خططها لإرسال اثنين من الناس العاديين إلى رحلة حول القمر في عام 2018. أصبحت الإجازات في الفضاء عملا تجاريا مثل شراء تذكرة سفر لرحلات السفاري الأفريقية. ويذكر أن حفنة من غير رواد الفضاء عقدت صفقات مع روسيا لإجراء مثل هذه الرحلة، وصعد مدرس على رحلة مكوك تشالنجر الذي انفجر في عام 1986، ولكن لم يصل سائح فضاء في أي وقت مضى إلى المواقع التي تخطط لها سيبس إكس، وستكون هذه المرة الأولى التي سيتخطى فيها أي إنسان المدار الأرضي المنخفض الذي هو في جوهرة يعد عتبة الفضاء منذ بعثة أبولو النهائية التي كانت في عام 1972. سيبدأ زبائن سيبس إكس التدريب في وقت لاحق من هذا العام، ويجب عليهم إكمال اختبارات الصحة واللياقة البدنية. ولم تكشف سيبس إكس بالضبط عن تدريباتهم، ولكن من المرجح أنها ستكون صعبة. والله يا أخي برضه عايز تمشي؟ ممكن بعد دمشي بس ما عندك مشكلة.